هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص رمضان والحمد لله تقبل الله طاعة الجميع، خاصة طاعة الصبر والاحتمال، احتمال كل شيء خاصة وبالذات القرف هذا. تخيل قاتل وزعيم عصابة وكل شوية ينط لك كواعد، هي والله لا يستحي ولا يخجل الابن الحوثي هذا، يشتيك كل شيء، يشتيك قاهر الجرعة وقائد نثرة وزعيم ميليشيا وسارق بطانيات وإمام يحكم ولهفة راتب وسياسي فاوض، وفي رمضان يقلب الصحن وهاب جغاف أصحابه. في رمضان 15 خطبة، 15 محاضرة في شهر يا عدو والله، والناس بلا رواتب من 10 أشهر. قسماً إن الكوليرا أرحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله منك أنت والعقفة حقا. أما الشيطان محبوس من أول رمضان مصفط، ما فيش غيرك جالس تسرق وتنهب وتقتل وتطلع كمان تغثي بخلق الله. جغرتوا كل شيء ووصلتوا له يا متبردقين، ها على سلوكيات هذه في ساحة القصر الجمهوري، يقضوا حاجتكم تحت الشجر، يتوضوا بالنافورة ويتقلبوا ساحة البقر فوق الحشيش، وعادوا يجي يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يشوفك يا عبد الشخوى ويقول أعوذ بالله من الحوت اللئيم الرجيم البهيم. خلونا نروح نشوف إيش قالوا. قالوا إن الحوثيين يستعدوا لمرحلة إعادة الإعمار، وهذا الكائن يدعم إعداد خبراء، خبراء حتى واحدة، قول غير يا حباري، قل خبراء إعادة اليمن للعصر الحجري، قل خبراء إعادة اليمن للعهد الطباشير، قل إعداد خبراء تفجير وتفخيخ مش إعادة إعمار. ومن اللي خربها وفجرها وصرخ مع الديناميت غير المتبردقين الحوثة؟ للي ناسين أذكركم، يعني بقى تشتغلون حنا ولا كيف؟ مقاولة هي، واحد ينسف والثاني يقدم مناقصة إعادة الإعمار. وحباري وين معدات وآثاث مكتبنا بصنعاء؟ بتدخلهم ضمن إعادة الإعمار ولا كيف الوضع؟ قالوا الخطوط الجوية اليمنية بقى معاها طائرة واحدة شغالة بعد ما خرجت أختي عن الخدمة. هانت يا شباب، باقي حبة وندق أبوها رجل. أشتروا بواتي. قالوا كمان الحوثة بينهم البين بدأوا يختبطوا، اختطفوا ابن محامي اسمه محمد الحوثي، والأخير اتهم خالد المداني، وكمان قالوا اعتدوا على صحفي تبعهم اسمه أحمد المكش، الماكش الميكش المكاش، المهم مكشوش، ونهبوا زيارته وأوراقه ومسدسه. طبيعي يا جماعة طبيعي. يا أسامة ساري أنا بتضامن معك من الآن، تختبط بس واطمن، دورك جاي. خمستاشر محاضرة في شهر يا مدلوز، أصحابك في كل جبهة قرحوا رؤوسهم وانت في الكهف لوك 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 لوك.
ما لقدوم يوم كذا وتصور حتى بنقطة تفتيش مش إلا بقبها، مش إلا قدك حاكم من سنتين والبلاد بلادك. كذا يوم روح لا صعدة ولا العديدة ولا حقة. طيب يا شخوة كي زور صنعاء؟ تعز 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 تعز. لا 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 تعز بتعورك، ما انصحك لا تتهورش. وين تعز؟ قال تعز تعز تعز. شو ميلة شو ميلة؟ الباب الباب الصافية الصافية. مالك شكلك بطلت المسيرة والقرعة ورقعت تشتغل بالفرزة. تعز قدها ساعة الكابوس مش عليك وحدك، حتى عفش يسمع تعز وتقيله حالة. نحن نقول من موقعنا في المسؤولية وكقوى موقفها واضح والصريح في التصدي لهذا العدوان، ما يستطيع أحد يشكك ولا يستطيع أحد يزايد علينا، موقفنا واضح أبدا خالص بالص. موقفك مالوش حل، والدليل فرزة ظهران القلوب وعفاش ولده في أبو ظبي مسح الطائرات F-16. تضحكوا لكم على الشعب المسكين هذا وتلعبوا عليه، يقاوم لكم ولما تدبر نفوسكم مع العدوان في الأخير. إن لم يكن موقفنا واضحا في التصدي لهذا العدوان، فمن الذي يتصدى لهذا العدوان؟ اللي يتصدى هم الشعب اللي صابر عليكم 3 سنين وانتم رجعتهم البلاد ورشة تشليح، وما بتفعل في ظهرنا القنوب بتقلع بصل، وحمادة في أبوظبي قلع إيش؟ ثوم، ويدعو لصمود من سواحل المخاليس هناك. ونحن وبكل وضوح نقول لسنا قوما مدللين، نحن معتادون للصراع، نحن أبناء الصراع، نحن قوم نقاتل ونجاهد ونحارب. أسمع يا حمادة، أسمع يا طارق، أسمع يا يحيى، يقول لكم الشخوة لو إيش ما يكون ما عادها راجع لكم. الرجل يقول لكم موبون ما هوش من عيال الشوكولاتة، هو معتاد على القتال وعلى الصراع ومجاهد من الخيمة من الصحراء. قدافي من حق سعطاء، سدوا يا عفاش مصيبتكم قلبتوها بيدكم. نحن لسنا أبناء القصور ولا أبناء الفيلات، ولسنا أصحاب الأرصدة في البنوك، ولسنا أصحاب المؤسسات والشركات العملاقة. طبعاً طبعاً أنت فتى الأدغال فتى الكهوف، من قدك حمران العيون حابسينك داخل الكهف، ولا أنت داري يعصدوا العصيد وإنه نصف للبيت بوس وحدا قدها مع المشرفين حقك، والله ما عادهم بيقرحوا طلقه. ولو تزور الأمور ما حد غريمك غيرهم، قال لك لسنوا أصحاب الشركات. سأل عبد السلام فليتة عن شركة النفط اللي أسسها للسوق السوداء وتشتغل من دبي. تخيل لسنا لا من الرياض ولسنا من أبو ظبي، ولسنا أيضا من الفئة المترفة في هذا البلد والمتنعمة. سمعت يا عفاش، الراجل بيلمح بيقول لك لا تحلمش، من قال حقي غلب. ولدك خليه يلعب هناك بلايستيشن مع ضاحي خلفان وعيال زايد، ما عادش فاضي لثاراتك والدحيس حقك والعلاقة. فكر بالموضوع، أنا بطلع فاصل ونرجع نكمل وقاش الحوثي للعفافشة. هابقوا معنا. حيا بكم ومرحبا. كمل يا شخوة كمل. كنت تقول انكم مش من سكان القصور زي العفافشة، وكنت زعلان، تبي تكون هديت وروقت ولا شي؟ عشنا الحروب، عشنا المشاكل، عشنا عشرات السنين. ايوه هي مش فارقة معاك، انت عايش بينها وفاكر انه 30 مليون زيك عيال مشاكل وشبط ولازم يعيشوا زيك. ما كذبش اللي قال لك كارتون خاب شوية شيعة شوارع وعيال شوارع من صدق. النبز والهمز واللمز الدح استح انبوه الوط طالع لابوه، يا عفافش بدون لمز ونبز وهمز. الرجل مش فارقة معوه، عايش عيشة رباح من يوم يومها، بيرجع يعصدها عليكم. تقرصوا العافية وبطلوا زنقلة. كل الشتائم وجهت إلينا، كل الاتهامات وجهت وأطلقت علينا، وكل أشكال وأنواع التحريض وجهها ضدنا. لسنا مدللين، متعودين، الحمد لله متعودين جدا. متعودها
يعني هين من بيتكم. وقي لا يستحي ولا يعرق ولا عنده حتى سمعة يخاف عليها إلا صدقاك الحواثة صبين والباس. والدليل إنه أكثر من نصف المختطفين بالسجون يا فاعلين منشور أو عاملين لانك أو عاملين مشاركة تنتقدهم. الحمد لله متعود من بيتكم على قلة الخير والدين. هذه الأحداث لم تأتي لنا بجديد، وعلى العكس نحن اليوم نعيش وضعا أفضل، أفضل من كل المراحل التي قد مضت. فين قول لي منتظرين للرواتب؟ قال الأحداث خلت حالهم أفضل مما كانوا عليه. والله لو تعقلوا في بطن عصيد ما هو داري وين أنتم. الراجل قال أموره صابرة وأنتم روحوا ملح، وهو ما كانش مدلل ولا هو منهم. المشرفين حقوا نهاية كل شهر يسألوا له بالمحصول وأموره أفضل من السابق. المهم أنت يا عبدو أمورك كيف صابرة؟ إحنا همنا راحتك، الباقي سهل لما يكتب الله. ويشتي يقول يا مؤتمري يا عفاش المشكلة بكم أنتم اللي كنتم متعودين على اللحم والبرام والعزايم والهدايا، ولا هو بارك الله له بعمه عبد الكريم وأبو طه الضحياني يرسلوا له حوالات عبر سيدي إكسبريس دينات لا صعدة. أكثر منافذه البرية والبحرية تحت الاحتلال والباقي منها محاصر. ما دام أمورك سابرة يا عبده مالك ومال المنافذ يسدوها بعودي. المهم أمورك سابرة وصحابك منغنغين، الباقي سهل يحول الله لهم بقرعة، حول الله لهم بقرعة يسقطوها بأي حتة ويحاربوا الفساد، وإن أمورهم سابرة وكم زامل وكيس بردوغان وبيعطفوا القمل بما حمل. أما على المستوى الجوي فمحاصر تماما. إيش معاك من المجال الجوي؟ ما بوش فسح للطائرات حقك بدون طيار عاملة زحمة فوق، عاملين فرزة فوق مش قادرين نشوف قرص الشمس. بارك الله بالتصنيع العسكري حق اللجان الشعبية، كلهم طيارين 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 يسرقوا الكحل من العين، مقصات من حق الحديد هذه. لكن يأتي البعض من الدجالين والكذابين والمفترين ليحمل البريء ذنب المذنب. حد زعلك؟ كلهم كذابين، انت الصح انت الصدق يا راجل. هو اللي ورطك، هو اللي غطسك في بحر الحلبة، هو غريمك، هو اللي صدقته دخل صنعاء. ايوه هو المشارع اللويك ابو الكفوف والقنتهات. هل ان الذين لهم موقف في هذا البلد من العدوان لا يعانون؟ بلى، هم في مقدمة من يعانون. بلى ونص بلا وقرف. نشتي نعاني ساع ما يعاني المشرفين حقك، نشتي نقع زيهم، نشتي نعاني، نشتي نقع ساعهم بالمقدمة ونواجه العدوان. أيوة أولاد التيت، ما بوش عدوان يجيب فلال وسيارات وشركات إلا حقهم العدوان. أيوة نشتي عدوان من حقك يا شخوة، نشتي عدوان من حقك على الأقل نجمع حق العيد ونعطي للجهال قليل عيدية. قال بلا، والله ما بلا وضمن لنتا. نحن بلد غني لكن شعبه فقير. تخيل يا لطيف والاكتشاف. تعرف ليش؟ بلا، لأن المشرفين حقك بالمقدمة، لأن المجاهدين قطبي أسسوا الجنة في بيت بوس وحدة والجراف، بلفلفوا لهم حوريات من هنا ومن هناك، وحنا قاعدين منتظرين لمنكر ونكير. فقط جالنا شوية مشاغبين في هذا البلد بحقوا علينا الأمور، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيحاول أن يحرض ضد أنصار الله بالدرجة الأولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي شوية مشاغبين لهم بس سنتين ومحاصرين وعشر أشهر بلا رواتب. عيب يا مشاغبين، إيش تسووا؟ إيش تسووا بالرواتب؟ اسمعوا كلام باب الشخوة. تشتوا الصدق، أنتم أكبر محاقين وما وصل ليدكم أمتحق. استلمتم بلاد ماشية بالبركة وبركتوها للطرف. أكلتم الأخضر واليابس، واللي يقول خاف الله قلت عليه طابور خامس. أما الأسلوب السوقي، الأسلوب الأخلاقي الذي فيه ثرثرة وبلبلة وقلاقل وإشاعة تذمر والصياح بالفارغ، أما غربان الفيسبوك، أما الأنشطة المشبوهة، فلا ليست من قيمنا وليست من أخلاقنا. اسمعوا يا مؤتمرين، اسمعوا، بطلوا الاساليب السوقيه والثرثره والبلبله وغربنا الفوسبوك، ليست من اخلاقه
جاهزين توزعوا استمارات تنسيب للمؤتمر والراجل مشغول بالجبهات. الأنشطة المشبوهة هذه ما منيش. الناس يحاربوا وانتم توزعوا استمارات، عاد شي عاقل. هالشخوة يقسم لأصحاب الصرفة والمواد الغذائية، وعفاش وزع لكم استمارات تاكلوا بها هوا تلعبوا بهم بطة. فيسبوك قلت لي ها؟ الله الشاهد انها 3 سنوات وما قدرش ينطق فيسبوك سعى الناس، وقد فوقه 70,000 طلعة قوية. ايش عاد تشتي قنبلة نووية لما تعرف تنطق انستغرام وسناب شات؟ ايش دا من بلا يا رب. تابعونا على صفحة الفيسبوك حقنا، نشوفكم بعد العيد، عيدكم سعيد.